اشنو اسمك الله؟ سعيد. من بلاصة كتسكنها سي سعيد؟ حاليا بني جاج. فين؟ بني جاج جوج. لساسفة جوج. لساسفة جوج. بلوك ألف. بلوك ألف. وفين كتسكن في الجديدة؟ دوار عينة ولا تشعير. دوار شكون؟ دوار عينة ولا تشعير. ولا تشعير. المهم تسكن عندك ليه؟ وهادشي دفعتيه في 2008. 2008 فاش دفعتي ال 2000. ومازال لحد الان ما كاين والو. الان باقي ما تواصل بالتعاون. انا ما عندي كافي معاقي كنعاني من بزاف اشياء. كاري ومزوج وانت ساكت بحالك. بقيت انا صغير. تعذبتي شويه. هذا صغير ما كاينينش. اي باب كنت كنوقف فيه كنت ربي حقي. والو ما وقفوش معاك هاد الناس. مشاهدون قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء ومع سي سعيد ابن جديدة. زاد هنا مدينة الدار البيضاء حاليا مستقر في منطقة لساسفة. كان دفع لواحد الكريمة ديال سيارة أجرة 2008 قبل لي الدوسي ديالو. جاو السلطات باش يديروا معاه البحث لقاو بان سي سعيد مريض شاد الفراش ما لقاوش معاه من يديروا البحث. ومن موراها مشى كيسول على الكريمه ديالو ومازال ما لقاهاش لحد الان. غادي نخليكم مع سي سعيد يعاود لينا شنو وقع. شنو وقع لك سي سعيد؟ عاود لي شنو وقع. دابا انا عندي الكريمه 2008 باقي ما مستافدش منها عند الان. كريمه امتى دفعتيها؟ دفعتها في 2008 في النهار خرجوا عندي لقاو لنا مريض. تنعس ميريزو. تنعس موريزو؟ في الجناح 27. مريض بقى دايم هكا. دابا لحد الان مازال ما خديتيها؟ باقي لحد الان ما خديتها. كدير دابا كتعيش كيف كتعيش؟ كنعيش معتينين. يعني الناس اللي واقفين انا نتا في السبيل وانا كيعاونوني وانا كاري. كاري؟ كاري. شو كيعاونك؟ وقلنا كمحسنين. المحسن اللي واقفين؟ هما اللي غنوا. ما كاينش اللي واقف معاك ما كاينش ما كاينش كيعقل عليا ما عقل حتى انا عقل. ما عقل عليك حتى واحد؟ ما حتى واحد ما شاف في حالك؟ ما مات. مهمل مهمل هامليني هامليني ما قلت هاي انا بامية لامة بقير مي في دكالة خمي زمان. مي اللي في دكالة؟ مي اللي كاين في دكالة في خمي زمان. هي اللي كاينة تمايا؟ بامية لامة. الله يرحمه ويسكن. وكي داير الحالة ديالك دابا؟ وانت ساكت بعد انا مقا انا بدي كروسة هكاك وانا داير كروسة كنت بغيتها كروسة ما لقيتيش لي وقت معاك كروسة قلت لك عندي كروسة هادي اللي كنمشي بها هادي اللي كتمشي بها هادي رجليك هادي كلشي هادي رجلي لا حول ولا قوة الا بالله الحالة ديالك ضعيفة جدا ما كاين والو ضعيفة كدير طلع في الدروس في الباص
كان طلع بتو الا كان تبداي شي حركه لا سيده 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 اذا سي شكون دخل فيك طنبيل دابان طنبيل فين ضربات فين في الورك ديالي فين في الورك في الورك فقط قالت العجزية العجزية في الورك ما شافتكش ولا شنو الله الله بس بقيت كونتاك قال لي كلمة هو تاوني الطبيب ديال الفرنس تاني بيني معاك يعني هو سبب هو دار العلاقة دائما شنو بغيت تقول لهاد السيد اللي كان سير شنو بغيت تقول لي السيد اللي دخل فك هو والمسامح سامح لي هاتين انت وقع لك هاتين 2015 2015 كنتي عايش بخير الحمد لله الحمد لله حياتك تبدلات الحمد لله ربي اللي بغاك منها أوج منها وتبدلات حياتي تبدلات تكرفصي الحمد لله انت مسامح لهاد السيد هذا؟ مسامحين سامح لي من قلبك من أعماق قلبك مسامحين اللي واخا ضربك في إعاقة دائمة مسامحين متابعتي ما والو تبانت تعينا المحكمة ومسام طيعوني في المحكمة وطيعوني في الجريمة تلاقيت عليا طاقوا عليا الجريمة كنتي عايش بخير كنتي الحمد لله كنتي عايش بخير الحمد لله الحمد لله يعني ما بين ليلة ونهار تبدلات حياتك كاملة شو باش كتحس دابا اخويا سعيد باش كنحس بين بمهمة حاقلني ما جاش عندك ذاك السيد اللي ضربك ما جاش عندك؟ لا كتعرفو؟ لا واش ضربك كنتي قاطع الطريق ولا شنو؟ كنتي قاطع اش من منطقة اش من بلاصة؟ بيجاس طريق جديد بير جديد؟ طريق جديدة طريق جديدة؟ في كازا في كازا هنا في طريق لوطوروت؟ ايه واش كنتي قاطع لوطوروت انت؟ ايه لا حول ولا قوة الا بالله من تما تبدلات حياتك ايوا الحمد لله والحمد لله الحمد لله الحمد لله مني بقيتي عايش بعدا الحمد لله الحمد لله شنو كتطلب اخويا سعيد شنو كنطلب من المسؤولين باش دوابينا دوابيا هادشي اللي كنطلب هادشي اللي بغيت هادشي اللي بغيت من دوابيا انا هادشي اللي طالب انت هادشي اللي واي كنطلب من المسؤولين شوفونهم وحنوا بقلوبهم شوفونهم وحنوا بقلوبهم فرشوا لي القريمة ديالي بغيت القريمة ديالي؟ بغينا بنتسنى الله بالطاقة باش كتعيش في النهار شكون كيطيب لك شكون كيوكل؟ متزوج لأن من مزوج لحد دمشق مزوج؟ وشنو؟ تبارك الله مزوج مزوج قبل ما دير الحادثة قاتلات معاك مسكينات الحمد لله كي كدير دخل مصروف في الدار الموتيني ابن عايز يوم الموتيني شنو تبغي تقول لهم الخوتك المغاربة شنو تقول لهم؟ بغينا نشوفهم شوفوا فينا واش يعاونوك؟ يعاونوك شنو الحلم ديالك؟ بس كتحلم انت باش؟ بغي ندير غير عش ديال الحي غير عش ديال الحي شنو بغيتي؟ عش ديال الحياة باش كان شكينا أنا سميتي عش الحياة وعش ديال عش سعسيسة وعسيسة راه بالميكا ودير سعسيسة عش ديال الحياة سعسيسة ربع هاد الحيوان واش ربع هاد الحيوط ماشي عشيسه ماشي صرا هادوك القزيرات اللي يديروا لنا عشيسه انت انت ولا لا ما الحمد لله الحمد لله قلنا الرقم ديالك لا الهاتف 06 10
10 زيد 58 58 53 53 10 سمعنا 10 واس وخمسينات ناضي عندك الله يشافيك اخويا الله يسخر لك ناس محسنين يتعاونوا معك في سبيل الله. عطانا هذا الميكرو هذا بلاش ناخذ قرب علينا نخرج هذا. اذا مشاهدون قناه شوف تيفي كيف ما تابعتوا معنا هذا سي سعيد اللي وقعت لي حادثه سير سنه 2015 ضربته طوموبيل في طريق جديده وتسببت لي في اعاقه دائمه. السيد كان عايش بخير الحمد لله وبسبب ديك الحادثه اللي ما خدا فيها لا تعويض لا شي حاجه الحاله ديالو هي هذه يعني كيتمشى بالكروسه لما كانت الكروسه دي ما يتمشاش. والغريب في الامر انه مسامح لهاد السيد يعني واخا ما خداش الحق ديالو مسامح ليه وكيقول لك انا مسامح لذاك السيد ونعم الاخلاق ونعم الرجوله. ربي ما كيسد باب حتى كيحل بزاف ديال البيبان. سعيد كان دفع لواحد الكريمه في 2008 وكان مريض ما دازوش البحث او مريض وكنتمناو على ان الناس المحسنين يوقفوا معاه ويتعاونوا معاه في سبيل الله. سعيد باش يوقفوا معاه الرقم ديالو 016 58 ياك ما عرفتش فين النمره انايا مبقاش طالع لي 10 58 بلاتي نعاودو نكتبوها 016 58 53 10 واعرة عندك ديك 10 في الاخر. من الرقم ديال سي سعيد 016 58 53 10 كيسكن في فليساسفا. كنتمناو على ان الناس المحسنين والمغاربه اللي في قلوبهم رحمه. عليكم السلام. هبط على اليسر راهي هبط على اليسر تلقى عليه دكليم مرحبا. الرقم ديال سي سعيد 06 58 53 10 كنتمنى من الناس المحسنين والمغاربه اللي في قلوبهم الرحمه يتعاونوا معاه ويوقفوا معاه يديروا خوهم واحد من العائله. الافات كتوقع هو كان قاطع الشانطي ضربات طوموبيل تسبات لي في اعاقه دائمه. الله يجيب لك الشفاء خويا سعيد والله يسخر لك الناس المحسنين اللي توقف معاك. ارد البال مع تليفونك وشعل تليفونك والله يدير لي فيها الخير. مشاهدينا حتى لهنا غادي نوصلوا على نهايه هذا البث المباشر. نلقاكم في بث اخر ان شاء الله والى اللقاء.